وهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا لا يقبل تفسير أحد بعد تفسيره عليه الصلاة والسلام. فما روي عن بعض العلماء من تفسير هذه الآية على أنها نزلت في المشركين، وأن هؤلاء المشركين إذا رأوا الموتى وعاينوه قد أبصروا الحق، فتسألهم الملائكة عن هذا الحق فيقولون قالوا الحق وهو العلي الكبير، وذلك لأن هؤلاء العلماء نظروا إلى ما قبلها من آيات وأنها تتحدث في الشرك والمشركين فقالوا بهذا القول. ولكننا نقول جاء القول والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة إلى مثل هذا التفسير. قال فيسمعها مسترق السمع. من هو مسترق السمع؟ هم الجن. وقوله مسترق السمع، كلمة مسترق تدل على أنه يأخذها بخفية كشأن السارق، وفيه دليل على أن الجن يسمعون، لأنه قال فيسمعها مسترق السمع. وكلمة مسترق مفرد أضيف إلى معرفة فتفيد العموم، فلا يكون المسترق واحدا بل عدد يزيد على الواحد، ولذا جاء في رواية البخاري بصيغة الجمع فيسمعها مسترق السمع، فتكون هذه الرواية مبينة أو مؤكدة لهذه الرواية. وهذه الجملة قوله فيسمعها مسترق السمع لا تتعلق بالوحي، وذلك لأن الوحي ماذا يقول جبريل عليه الصلاة والسلام الملائكة؟ قول الحق. ماذا قال ربكم؟ قول الحق وهو العلي الكبير. ويبين هذا الحديث والآية ما سيأتي في حديث النواس بن سمعان، بذلك الحديث يتبين مدلول ما جاء في هذا الحديث والآية. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان، أي سفيان ابن عيينة وصف هؤلاء الذين يسترقون السمع بهذا الوصف، وصفه سفيان بكفه فحرفها يعني أمالها وبدد بين أصابعه، يعني جعل بين أصابعه فجوة، وذلك دليل على أن بعضهم فوق بعض. وهذا يدل على كثرة الجن، وذلك لأن كلمة بدد بين أصابعه تدل على الكثرة، فبعضهم فوق بعض، وهذا يدل على كثرتهم، وذلك لأن المسافة بين الأرض والسماء الدنيا مسافة طويلة. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فإذا سمعها ألقاها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. ولذا قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، وبعدها قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. هل هذه للشك، يعني أو للشك بمعنى هل يلقيها على الساحر أو على الكاهن، وهذا من باب الشك، أو أنه من باب التنويع، مرة يلقونها على الساحر ومرة يلقونها على الكاهن، أو أن أو بمعنى الواو، جاء في رواية أنها بمعنى الواو حتى يلقيها على الساحر والكاهن، وذلك للاشتباه والتماثل بين الساحر والكاهن. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. ربما سبق معنا في النحو أنها قد تفيد التقليل وقد تفيد التكثير، والذي يظهر أنها هنا تفيد التكثير، وذلك أن الشهاب يدركه فيحرقه. وربما ألقاها قبل أن يدركه، فتكون ربما الأخيرة للتقليل، وذلك لأن الله عز وجل قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فربما أدركه الشهاب، الإدراك
لا يكون إلا في الأخير. ولذا فإن هذه العبارة توحي بأن هؤلاء يفرون ويلوذون من هذه الشهب، لكن المآل والعاقبة أن هذه الشهب تدركهم، فالإدراك لا يكون إلا في آخر الشيء. وقوله الشهاب ولم يقل النجوم، وذلك لأن الشهب جزء من النجوم وجزء من الكواكب، وذلك لأن هذه الكواكب لو نزلت على الأرض لأهلكتها، فهي جزء منفصل. وإنما إذا ذكرت النجوم أو ذكرت الكواكب فمن باب إطلاق العام على الخاص. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال: وربما ألقاها قبل أن يدركه، وهذا أيضا يؤكد أن الإدراك يكون في آخر الشيء. ولذا قال: وربما ألقاها قبل أن يدركه،